السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الإنذارية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، هذا الزوال إن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التفاصيل والمستجدات إن شاء الله الحالة الجوية. فأولا ندعوكم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس وعمل لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم. ويتوقع بإذن الله في نشرة إنذارية هبوب رياح نسبيا قوية لعدة مناطق من المملكة، والمناطق المعنية فهي الناظور، الحسيمة، طنجة، تطوان، وتاوريت، وتازة، وكذلك خريب، قسطاط، البروج، وكذلك بنقرير وشيشاوة. رياح كذلك قحاضرة على تبانت وبني ملال، قلعة سراغنة، مراكش، أكادير، بوعشيبة، وكامدن، أوزميز، إيمان، تانوت، ترودانت، أيتباء، إغرم، فومزقيد، وتازنات، وآكس بإذن الله، ورزازات، وزاقورة. ورياح قوية كذلك على قلميم، وأفركات، وطنطان، والعيون، وبوجدور، والداخلة، والسمارة، وبكرة، وكذلك القويرة. وبسبب دخول هذا الاضطرابات الجوية ستؤدي إلى رعود قوية، كذلك على الجنوب الشرقي ستكون بعض الرياح القوية. وبالنسبة للتساقطات الرعدية فكما تشاهدون إخوان الأعزاء، تكونات رعدية حاضرة على عدة مناطق من المملكة، على باب برد، وكذلك تازة، فاس، مكناس، وخريبقة بإذن الله، كذلك على والماس، والرماني، وإفران، وكذلك بني ملال، وأزيلال، أكادير، بوعشيبة، سيدي بوعشمان، مراكش، أوكيمدن، أمزميز، إيمان، تانوت، أيت داود. تساقطات رعدية قوية سوف تشهدها المملكة إن شاء الله خلال هذا الزوال. وفي نشرة إنذارية فيتوقع استمرار العواصف الرعدية كما هو مبين لكم، في هذه الأمطار رعدية محليا على هذه المناطق كما تشاهدون بإذن الله، على قلعة سراغنة، سيدي بوشمان، وسطات، خريبقة، برشيد، القارة، والماس، خميسات، مكناس، فاس، دهالس، كورة، متاز، ومرتفعات الأطلس، على بني ملال، أوكيمدن، أوزميز، إيمان، شانوت، وكذلك على أشت، وفي مزقيد.